هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم، لو عندنا فينو بقى ناشف ومش نافع خالص نعمل فيه ايه. بس اهم حاجه لما تحتفظي بالفينو ما تسيبيهوش بره علشان ما يبص. اي فينو يتفضى معاكي تسيبيه في التلاجه، اوكي؟ احنا ممكن تبقى المعلومه دي صغيره وناس كتير تعرفها، بس انا بكلم البنات اللي لسه متجوزه وما يعرفوش تفاصيل كتير عن المطبخ. الحركه دي هتنفعكم جدا، زي كده لما انا عملتها. فتعالوا اقول لكم انا عملت فيه ايه. انا قطعته كده صغير وقسمته ما بين صينيتين علشان كان عندي كميه كبيره، وفردته بحيث ان هو ما تبقاش واحده فوق واحده، اوكي؟ وهنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة قليلة علشان يتحمص كويس من كل يعني الجهات وما يتحرقش. فخدوا بالكم من الفرن تبقى النار بتاعتها واطية، اوكي؟ وهنجيب بقى الكبة ونحاول ان احنا نحط القطع الفينو ونشغل الكبة. لو الكبة بتاعتك ضعيفة تقدري ان انتي تكسريه بس كده بحيث ان هو يبقى صغير، وبعدين تحطيها تاني في الكبة علشان يبقى ناعم، وهيدينا احلى بقسماط ممكن تاكلوه. و يعني اما تحمروا بيه طبعا البانيه هيبقى طعمه حلو قوي 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 قوي. وهقول لكم على التريكه اللي انا بعملها كمان وبخلي طعمه احلى بكتير. ادي اول كميه طلعت، عايزه اقول لكم يعني كميه حلوه قوي قوي بصراحه، من حاجه كانت هتترمي واحنا استفدنا بيها، اوكي؟ هنخلص بقى كل الكميه وبعدين تمام. شايفين لونه حلو قوي بصراحه يعني، وعايزه اقول لكم طعمه كمان حلو والله، انا اكلت منه كده. لما بخلص بقى كل الكميه دي وقبل ما بشيله بحط فيه توابل، بحط رشه صغيره من الملح وكمون وفلفل اسود وشويه بهارات اللي انت بتحبيها كلها، هيبقى طعمه حلو جدا جدا. واما تحمري بيه اي حاجه هيخلي طعمها حلو قوي. لو استفدتوا متنسوش لايك وفولو اكسبلور كتير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. منى عبيد، باي باي.